للأسف جشع التجار لا نهاية له ولا حدود له، يعني منذ أسبوعين أو ثلاثة سمعنا بشحنة حاوية أو أكثر دجاج، يعني جاي من البرازيل، مذبوح في البرازيل ومهربين بداخل الدجاج المخدر، هروين ونحو ذلك. حاوية كلها مملوءة بدجاج مملوء بالهروين، فهو بالإضافة إلى اللحم الميت اللي هو غير مذبوح وغير مذكى، معه أيضا منقعين ومروين بالمخدر. والآن على بداية شهر رمضان وغلاء الأسعار في اللحوم وفي غيرها، أي ترد علينا الأخبار بأن هناك شحنات كبيرة من لحم البقر جواميس مذبوحة بالهند، جايبين لحم مذبوح من المجوس.